أسعد الله صباحكم بكل خير وطابت جميع أوقاتكم أيها المستمعين الأعزاء. تستمر هذه الأشواط شوطين ويتروه الآخر بهذه المنافسات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان البصير الذي يحمل تحديات هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 21/10/2020. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. هذا السن مخصص، هذا اليوم مخصص لأسنان الحقائق في الفترة الصباحية واللقاية في الفترة المسائية على أرضية ميدان البصير. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الشوط الثالث ينطلق بحفظ من الله ورعايته. يحمل هذا الشوط في طياته 50 اسما و50 شعارا تتحدى على أرضية هذا الميدان. الكل منهم طامع لأجل الناموس والانتصار. الصدارة والمقدمة مع ميلاف سعيد بن فهد بن صقر بن راشد المريخي، هو من ينطلق مع ميلاف على الصدارة وعلى المقدمة. ثاني المراكز تتواجد هنا الداودية، راشد بن سعيد بن راشد أبو وضح المري، هو من يتقدم بانطلاق وتحدي داودية. أرى دخول وانطلاق من شعار المحترف، ينطلق على ثاني المراكز خود غانب بن سيف بن محمد أبو سعيد. الخيارين هي من تنطلق على المستوى الثاني. ثالث المراكز وثالث الانطلاقات تتواجد هنا قمة، ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري، هو من يتواجد بانطلاق وتحدي قمة. شعار انجوي هنا يتقدم على المركز الثالث. رابع المراكز الداودية، راشد بن سعيد بن راشد ابو وضح المري، هو من يتقدم بهذا الانطلاق الممتاز. بينما المركز الخامس تتواجد هنا شراعوه، تتواجد على خامس المراكز علي بن راشد بن علي آل مريزيق المري، هو يتقدم مع خامس المراكز. أرى شعار بن نديل أيضا يتقدم بانطلاق وتحدي مشرفه، وأيضا شعار فرام بن عتيق أيضا يتقدم بانطلاق ممتاز. ونعود وإياكم إلى الصدارة، نعود وإياكم إلى المقدمة، نعود إلى ميلاف. ميلاف على المركز الأول، ميلاف على الصدارة. سعيد بن فهد بن صقر بن راشد المريخي هو من يتقدم بخطى ثابتة بمسار جيد بانطلاق ذاتي، بهذا الشعار الممتاز، بهذا الأداء الممتاز، بهذا الركض التلقائي. دخلنا وإياكم إلى الكيلومتر الأخير. شعار بن الحول هنا قادم يتقدم بانطلاق قمة، ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المرية. بينما ثالث المراكز خود فهد بن سيف آل سعيد الخيارين. رابع المراكز شهب تصل هنا على المركز الرابع، محمد بن فراب بن عتيق آل بريد المرية. خامس المراكز أرى الانطلاق من شعار بن هاملة، ينطلق على المركز الخامس. ها هي الأسماء بدت الظهور، ها هي الأسماء بدأت بالانطلاق. ولكن ميلاف على المقدمة، المريخي على الصدارة، يتربع على عرش المقدمة، يسير مسارا ممتاز، يسير بركض تلقائي، يسير بانطلاق ممتاز بهذا الشعار الممتاز. شهب هنا تصل هنا شهب محمد بن فراب بن عتيق آل بريد المرية، ينطلق هنا مع شهب، ينطلق بهذا الأداء الممتاز، ينطلق هذا الشعار الفنان، هذا الشعار الرنان، ينطلق مع شهب، ينطلق هنا مع شهب. أهالي أبو سدرة يريدون النقطة الثالثة، المحلية الثانية تسجل نقطة والثالث، وها هو الرابع يسير في الطريق إلى أهالي أبو سدرة. سلام يا أبو عتيق، سلام على هذا الأداء الممتاز وهذا الركض التلقائي. ثاني المراكز كان الوصول من ميلاف سعيد بن فهد بن صقر بن راشد المريخي. بينما المركز الثالث أتى الوصول من قبل بشاير حمد بن محمد بن حمد، أو نعم كان الوصول من فلك المبارك بن حمد بن مبارك النابت المري. رابع المراكز